هذا مسألة الزكاة على الفطر من مسألة أخرى أيضا. هذا أدلتهم قوية جدا إخراج القيمة. أولا دليل إخراج القيمة في زكاة الفطر قالوا إن معاوية رضي الله عنه أخرج غير المنصوص عليه ووافقه الصحابة، كان يخرج برا والبر غير منصوص عليه طبعا، فكيف يخرج برا؟ قال دليل ما في تقيد بالنصوص عليه، وأجمع الصحابة على موافقة معاوية غير أنهم خالفوه بكونه قال نصف صاع دين الصاع، هنا يوجد مخالف له. الأمر الثاني قال العلة الإغنى، والقيمة تكفي في الإغنى. العلة الثالثة أو الدليل الثالث أبو إسحاق السبيعي نسب إلى أئمة أهل العلم الذين قبله، فكيف يستفيد هذا الأمر بين أواخر الصحابة والتابعين دون أن حدد لم يمنع غيره، ثم قال ذكر هذا لأنه هو كان موجود بينهم